السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بالقناة. بعتذر عن الانقطاع الطويل لأسبابي الخاصة. مثل ما شايفين حابب أبلش سلسلة ماوت أند بليد 2، راح نعمر مملكتنا سوا. لسه ما عندي، حاليا عندي بس 20 جندي، ضروري أجمع جيش بأسرع وقت ممكن حتى نحمي حالنا من الجيوش الكبيرة. مثل ما شايفين 130 79 64، هدول نهائيا يعني ما عندي فرصة أمامهم. حاليا أنا أعلنت الحرب على مثل قبيلة هي ما لها مملكة، اسمها ال هيدن هاند، اليد المخفية. لذلك لازم انتبه منهم منيح. هلا ما فيني اكثر شيء 20 جيشي، ما فيني يزيدوا طبعا، ما راح استفيد من هدول. الاكل لازم راقبه دائما، الموارد، الاكل. متى ما انتهى الاكل عندي الجيش بيصير بيترك، بيهرب من جيشي، يعني الجنود بتهرب من الجيش. بتصير حاليا بدي بلش، بدي ادور على المرتزقة اللي بيعيشوا هيك بالجبال، هذول ما لهم علاقة بأي مملكة، قطاع طرق يعني ضروري حاربهم. اني اذا ما حاربت ما في غنائم، ما في غنائم، ما في اكل، بيكون اكلنا هوا. الخريطة جدا كبيرة طبعا، هي المفروض تكون اوروبا على ما اعتقد. هون الوطن العربي بتوقع، وهون شرق آسيا. هلا أنا بمنتصف أوروبا عمليا. طبعا أنا حاليا مجرد قائد جيش بسيط، يعني ما لي تابع لأي مملكة أو دولة من هالدول. فيني أعقد اتفاقية مع شي دولة حتى تصير حارب باسمها، وطبعا بيدفعوا لي مصاري. هلا أنا عندي مصاريف. هاي قطعة طرق لوترز، اجتنا الرزقة. المصاريف اذا ما حاربت قطاع طرق او حاربت بشكل عام، بدي غنائم حتى ابيعها واقدر ادفع مصاريف جيشي اللي هي 132 حاليا. عم نهجم على هدول بما انه جيش او قطاع طرق جدا قلال، ما بتسموا جيش حتى، يعني ما في داعي نعمل خطط وتكتيكات عسكرية، مجرد هجوم عشوائي. حتى جيشي ما راح هجمه، بدي حارب أنا شخصيا، الجنرال شخصيا يحارب حتى أطور مهاراتي. هالشي كله بيفيد بتطوير شخصيتك، مهارات هلا أنا هون ما عم لاقي وينهم هدول، مضيعهم. فبكتب Alt، المفروض يبينوا علي. هون هن، بكبس على Alt بيبينوا علي. لما بحارب نفسي بتطور مهاراتي، يعني مو دائما في خيار انه تبعت جيشك يحارب لحاله، بس هالشي راح يساعد بتطوير المهارات. ايوه مثل ما لاحظتوا هلا 3 ضربات لحتى مات. السيف جدا ضعيف، بس صار معنا مصاري. اول شي لازم نغير السيف ونجيب درع. خالص انا عامل رومات اسهم، بطور جنودي للرومات الاسهم دائما، بحب خليهم يتمركزوا هيك على راس الجبل مثلا، بيضلوا يضربوا فيهم لحتى يوصلوا لعندي، بيكون ضعفه كتير و ضربتين هيك على الماشي بكله بيموت بعدها. هلا متل ما شايفين هون عندي جندي فيني يطوروا، هدول أسرى فيني بيعهم، نجيب هدول معهم. في حد كمان للأسرى اللي هو كمان 20، وهذا كله فينا نطوره. هاي الغنائم ناخذها طبعا، هذا كله فينا نطوره بتطويرات الشخصية تبعيتية اللي هي هون. نكبس هون. مبدئيا هاي تطويرتي وان هاندد بالأسلحة اللي هي بيد واحدة، يعني فيك تستخدمها. هون مثلا 20% مناورة بالسيف زادت عندي، 30% للجيش عندي زاد عنده السكيل تبعه بالسلاح باليد الواحدة. فهون انا فيني مثلا احط، هل انا لحد لهون فاتح هدول من مفتوحين لسه يعني، بس لما بجيب نقاط فيني افعلهم. بس مثلا هون مثلا مالي ما في شي خارج فعله هون، فحط زائد
هون التشارم كمان هي كلها بتلعب دور بالشخصية، مشان الزواج مثلا، إذا تزوجت، إذا إنه 30% إنه فرصة إني أجيب أولاد على أساس، أو 10% لما بصير حاكم مثلا، بصير عندي دولة. هاي أمور بعدها بنحكي عنها مثلا منطورة أكثر، نهجم على هدول قبل ما يهربوا. كمان Mess with us أنا and مثل ما we'll sell شايفين our lives. هدول من شي دولة، الفاكشن فورست بيبول، هدول كمان مثل قبيلة يعني، بدي يساعدهم ضد هدول 22 واحد. فبس حتى فرجيكم كيف تبعدوا الجيش، هنا نعمل بس سين تروبس، نعمل هيك نسرع الوقت. طبعا انتصرنا، ما في مقارنة ابدا. هلا هون صار فيني اطور مثلا هاد، رامي اسهم على الحصان، نروح نبيع الغنائم اللي ربحناها من المعركة. باي برودكتس، نعمل هيك 276، نعم يلا صار معي 643. لسه جيشي قليل والله كثير، بروح على شي قلعة كبيرة أو عاصمة مشان بيع الأسرى يلي عندي. call to the keep، لا وين كان هون، ايه 45 بس، يلا احسن بلا. نعمة كله نعمة، هلا كله شي بيجمع. ها حيطت لي اشارة عليه كأني في شي مهمة فيني اعمل عنده، بلكي بيعطيني مصاري. فمن الحقوه ونجرب. Yours is not a face I know. What is your name, stranger? نحاول نكون لطفاء على اساس يعني my name is Rami sir. كانت هلا هاي العلاقة بقصة اللعبة، في شي بدنا نجمع 3 قطع منه. هذا مرة لا والله فادني والله، حكى لي عنه. لازم اسأل يمكن 10 جنرالات عن هالمعركة حتى اعرف وين مكان القطعة اللي بدي اجمعها. هلا هون بنقول له انه انت عن اي هيرد، سمعت انه انت عندك مشكلة، بده جيب له احصنة كأني بتفعلي bring them to me and 7800. بنقول له اوكي، راح يكلفوني 4890 وانا المشكلة ما عندي هالمبلغ. فهون برفض المهمة، مستحيل جمع هالمبلغ بهالسرعة. مندور على قطاع الطرق والمجرمين. هلا هنن عادة لما بتلاقي قطاع طرق بشي مكان، المفروض يكون عندهم مثل قاعدة خاصة فيهم أو مخبأ، فبلكي بنكتشف هالمخبأ بين هالجبال. هون هدول هلا هنن مو كتار أبدا طبعا، هذا طحش معي الزلمة فزعة، بس بدي اهجم مشان اطور مهاراتي. هذول طبعا مو جنودي، هذا اللي فزع لي بقى، نلحق نهجم قبل ما ياكلون. وين السيف؟ هيهجم عليهم بيداي من كتر الثقة. وين السيف يا شباب؟ يلا ندبر حالنا بهاي. لا ما لا ما لا ما راحت فيا. يلا يا شباب خذوه نزلوه. غريب السيف شكله وقع مني، صار لازم اجيب اكل. منجيب لهم تشكيلة، حاربوا بشجاعة الشباب، لازم يعني أقلوها. هلا بما أنه ما ضل معي مصاري فلازم ضروري أعمل شي، يلي هو إني أجي لهون مثلا، بروح على الأرينا. You need to learn more about arena waiting with the arena master. أيوه طيب، منين هذا اللي نحكي معه؟ ليدر بورد بجوز، انه بروح على مثل حلبة قتال ومثل مسابقة هي بتكون، وبالاخير بربح مثلا سلاح وفيني بيعه.
هذا اللي بدي احكي معه يعني. I would like to participate. I will do that. ايوه تعال نشوف شكله. اه لا لازم نتدرب على السهم اكثر. طبعا الاسهم دائما دروب بتحرك محلك حتى ما يصيبك السهم. الايم عندي ما شاء الله على 24. شي هالمسخرة، مين هاد؟ قولي لعمة 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 رحت فيها على الأخير شطحني على الأرض خالص. نرجع نعيده. شو هالصح الزراطة والله العظيم يا نعامة جنب راسه. حلو ايش اثنين على البطل. طولوا بالكم يا شباب. بلشنا نتحسن شوي. لا طرقت حالي عين. في حدا ورا قتلتهم مع بعض وانا انهم تصيدهم. يلا قتلنا شي ثلاثة أربعة يمكن. والله الشلطة طبيعي أنا مصلحة. عملوا لي إنه ما ضل معك تدفع على الجيش تبعك صار ينقص المعنويات تنقص كمان. المشكلة شو بدي بيع شوي من الأكل. طيب لا والله ما لي مصلحة. نحاول محاولة أخيرة بلكي منشوف شي مرتزق هون ولا هون. يا حبيبي شو صاير هون؟ ما عندنا مصلحة. السلام عليكم. كأني هون شفت حدا. تعال هون لو حبيباتي هون هربانين. You got a problem. Shut up. Attack. On my command. Ready. Footman. هدول بدي حددهم كلهم وبعدهم من هون. بدي انفرد فيهم على كيف كيوفي. ما المشكلة ما بعرف اشتغل الا بالسيف. بعده يا شباب بعده. والله حتى بالسيف نفس الشيء شكلي. بدي تدريب اكثر والله عليه. نرجع نحاول بالرمح. صد الضرب الواطي. تعال هون لك. لا يا واطي خود لقول لك. هاي احلى انتصار لعيون الشباب. ولهون بتوقع بكفي لليوم. اذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك. واذا في عندكم اي نصائح حتى احسن من لعبي بهي اللعبة فبتمنى تكتبوا لي اياها بالتعليقات. وشكرا كثير على المشاهدة وموعدنا بكره ان شاء الله.